مولد النبي بيجي كل كام سنة في رمضان؟ سنة كل 25 سنة. ازاي بقى؟ هو انا عرفت كده وخلاص. عرفت ازاي برضه؟ قول يا ابو جميل. احمد مولد النبي بيجي كل كام سنة في رمضان؟ كل الله 23. كل 25 سنة بيجي مرة مولد النبي. بيجي كل قد ايه؟ كل 25 سنة. فين بقى؟ في رمضان. مين قال لك المعلومة دي؟ رمضان لو في احمد ابو جميل. احمد جاي. يعني انت ماشي ورا دماغ احمد يعني ولا ايه؟ هو اللي لسه جاي. لا والله هو قال 23. طيب ما هو غير ما انا قلت طلعت غلط، هو غير من الكلام. اسالك السؤال تاني، مولد النبي مولد النبي بيجي كل كام سنه في رمضان؟ كل سنه. ازاي كل سنه؟ كام سنه في رمضان؟ بيجي كل قدين في السنه؟ بيجي مره واحده في السنه. مولد النبي ده عباره عن ايه؟ عباره عن يوم ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. النبي بقى صلى الله عليه وسلم اتولد شهر ايه؟ شهر؟ النبي اتولد في شهر ايه؟ شهر الف. الله ما عافاك. فكر ازاي يعني؟ ده احنا داخلين على مولد النبي. مش عارف اتولد في الهجره حاجه زي كده. مش عارفه. ازاي مش عارف؟ لا هو السؤال مش عارفاه. سيدنا محمد مولد النبي ده عباره عن ايه؟ مولد لما تكبر. مولد. مولد ايه؟ كمولد للنبي. سامع والله. بقول كمولد للنبي. سالي ايه مولد النبي بيجي كل كام سنه في رمضان؟ في رمضان مره واحده. هعيد السؤال تاني، مولد النبي بيجي كل كام سنه في رمضان؟ هو ما بيجيش في رمضان اصلا. امال بيجي امتى؟ في رمضان. مولد النبي ما بيجيش في رمضان اصلا. امال بيجي امتى؟ مولد النبي بيجي كام كل سنه في رمضان؟ كام كل سنه؟ هي سنه واحده ولا سنه؟ مش يجي في رمضان. بيجي فين؟ بيجي في الايام العاديه اللي هي بعد 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 ايه؟ لا هو بيجي بس بيجي مره واحده. بيجي كام؟ بيجي مره واحده. بيجي امتى بقى؟ بيجي في رمضان ولا قبل رمضان؟ لا قبل رمضان. قبل رمضان. قبل رمضان امتى؟ يعني في الموسم. هو موسم ماشي. امتى الموسم ده؟ امتى؟ امتى؟ عارفين الشهور الهجريه ولا لا؟ لا صراحه لا. تقريبا انت جاي معاهم غلط. عارفين الشهور الهجريه ولا لا؟ لا. لا ازاي؟ ما انت بتصوموا ازاي طيب؟ الشهور الهجريه زي سبتمبر ونوفمبر واغسطس و بس ده انا عارفه. الشهور الهجريه؟ ده انا عارفه بس. الشهور الهجريه؟ اكيد. ده انا عارفه بس. لا لا دي الشهور اللي انت قلتها دي شهور الهجريه؟ لا 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 خالص. امال ايه؟ رجب وشعبان ورمضان ونوفمبر وديسمبر وذو الحجه وذو القعده. نوفمبر وديسمبر من الشهور الهجريه؟ لا بالظبط. امال من الشهور الايه؟ ميلادي. امال الشهور الهجريه بقى هي ايه؟ ذو الحجة و ده معرفش معرفش كده. مولد النبي بيجي في أي شهر من الشهور الهجرية؟ شهر واحنا بنعمل لا ما تغشش بقى. شهر سبتمبر. مولد النبي بيجي كل كام سنة في رمضان؟ في رمضان ما بيجيش في رمضان أصلا. بيجي فين؟ هو بيجي مرة في السنة بس مش بيجي في الايام دي يعني ايه فاضل شهر او حاجه ويجي فاضل شهر تقريبا او شهرين ويجي مولد النبي تقريبا. بيجي في شهر ايه مولد النبي؟ ربيع. الشهر الربيع. ربيع ايه؟ ربيع الاول. كام ربيع الاول؟ مش فاكر والله بس هو ربيع الاول ماتش ربيع التاني حاجه زي كده او هو في نفس الشهر تقريبا. كام ربيع الاول؟ مولد النبي دوت اللي هو مولد مولد سيدنا محمد 12 تقريبا. 12 ربيع الاول. قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ قبل الهجرة. مش عارف. ايوه يا ابني. العام ايه بقى العام اللي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ العام دوت كان اسمه عام ايه؟ عام الهجرة. زي ما انت بتقول هو مولود قبل الهجرة. ايوه هو بعد الهجرة صح. ايه؟ بعد الهجرة صح. كل سنة يعني مش فاهماك ازاي؟ يعني مولد النبي بيجي كام كل سنة؟
في رمضان؟ مش بيجي قوي يعني. لا ما بيجيش في رمضان طبعا. امال بيجي امتى؟ بيجي في ربيع الاول. برافو عليك. كام ربيع اول؟ 12. سيدنا محمد اتولد قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ لا قبل الهجره. مولد النبي بيجي كل كام سنه في رمضان؟ في السنه واحده مش في رمضان. امتى؟ معرفش. زي ما تعرفش. انت قلت ان هو مش في رمضان، دي معلومه تمام صح. بيجي بقى يعني مولد يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد امتى؟ معرفش حاجه من الحاجات دي. بس عشان تاخد المعلومه. ما تعرفش ازاي مولد النبي ده عباره عن ايه؟ سنة عن الرسول. ازاي سنة عن الرسول؟ معرفش حاجة. ايوه انا بقول لك مولد النبي ده بيكون عبارة عن ايه؟ ازاي سنة عن الرسول؟ هي سنة كل سنة لازم تبقى كده. هي بتبقى موجودة كل سنة. امتى بقى كل سنة؟ هي مرة في السنة او يوم في السنة. امتى؟ ما كل مرة في السنة. امتى؟ شهر ايه؟ شهر 11. اشمعنى شهر 11؟ شهر 10. شهر 10. اشمعنى برضه شهر 10؟ معرفش. عشان الرسول ولد فيه. الرسول بيمشي بالميلادي ولا الهجري؟ لا الهجري. هو كام هجري بقى؟ معرفش. امال بتصوم ازاي؟ ايه هي الشهور الهجرية بالنسبة لك يعني؟ معرفش حاجة. انت عملت سالي في الدين. انا هقول لك المعلومة يعني بس تظبط كده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد يوم 12 ربيع الاول. 12 ربيع الاول. وشهر ربيع الاول دوت من الشهور الهجريه. كل كام سنه في رمضان؟ مره. ازاي؟ مش عارف. ايه مره؟ مره في رمضان؟ في رمضان؟ ايه مره في السنه؟ مره في السنه. كام امتى بقى في السنه؟ امتى المره دي؟ شهر ربيع الاول. كام ربيع اول؟ مش عارف بس هو يوم الاثنين يعني. يوم الاثنين وهو في ربيع اول. ماشي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولد النبي ده عباره عن ايه؟ عن اللي متولد فيه النبي. تمام. كام يوم ربيع اول؟ كام ازاي يعني؟ يوم كام في شهر ربيع اول؟ لا مش عارف. اتولد امتى بقى؟ اتولد امتى؟ اتولد امتى؟ مش فاكر والله. تعالى يا عبد العزيز. تعالى يا استاذ. خد يلا. هو عارف. خد يا عم. والله الواد عارف. طب الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ قبل الهجره. لا قبل الهجره. امتى بقى قبل الهجره؟ مش عارف. العام اللي اتولد فيه كان اسمه ايه؟ عامل فيه. برافو عليك. كده معلومتين صح. اتولد امتى بقى؟ كام هجره؟ كام في الشهر؟ كام في الشهر؟ ما اعرفش. اتولد في رمضان ولا قبل رمضان؟ لا ما اتولدش في رمضان عم اظن. انا بقول لك مولد النبي بيجي كام كل سنه في رمضان؟ ما اعرفش والله. انت بتعرف المعلومه؟ بيجي انت معانا على الكوكب ولا بس مش عارف. بيجي كل 5 سنين مره. مولد النبي بيجي كل 5 سنين؟ لا هو بيجي كل في السنه كل سنه مره بس. امتى بقى كل كام سنه؟ كل سنه مره. امتى؟ فني شهر؟ مش عارف. شهر انا في شهر قبل رمضان ولا بعد رمضان؟ لا قبل رمضان. قبل رمضان ايه انت بقى؟ ما انا ما اعرفش الشهور. انا لو عارف قلت لك. عارف الشهور الهجريه؟ والله ما اعرفش الهجريه ولا الشرعيه حتى. 12 ربيع اول. سمعت عن شهر 12 عن شهر ربيع اول ولا ما سمعتش عنه؟ والله مش فاكر سمعت ولا ما سمعت. وانت سمعت عنه ولا لا؟ مين انا؟ سمعت عن يوم 12 ربيع اول ان هو بيبقى يوم مميز لينا؟ انت ايه؟ لا سمعنا عنه. سمعت عنه ايه بقى؟ انه فكر ما يقول معي كده. قال فكرني بقول لك يوم ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. هو طبيعي اتولد قبل الهجره. فيل من كام بقى في شهر ايه؟ 507 ميلادية. شهر ايه؟ شهر ايه؟ مش فاهم. احنا في شهر ايه دلوقتي؟ لا بقول انا اقول لك مرضعه الرسول كان اسمها حليمه السعديه. ماشي تمام. واولاده من الذكور ابو القاسم وعبد الله والحسن والحسين مات. لا لا من دول اولاده من السيده خديجه رضي الله عنها. ماشي. البنات كان اسمهم رقيه وام كلثوم وزينب وفاطمه. حليمه
امتى بقى اتولد؟ امتى طلعت الرسول؟ كان اسمها حليمة السعدية. مولد النبي ده عبارة عن ايه اصلا؟ انا حلويات مولد و وعرايس مولد وكده. دي كل معلوماتك؟ دي كل معلوماتك؟ تعال بس كده. دي كل معلوماتك عن مولد النبي ان هي حلويات مولد وعرايس وكده؟ اه ماشي. لا ما اعرفش. بقول لك مولد النبي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه مولد النبي؟ سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سنة عن الرسول. سنة كده ميلاده يا ابني. يوم ميلاد. هي يوم ميلاد. ايه بقى اللي جاب حلاوة المولد والعرايس دي مع بعض؟ ما هو بيجي في السبت كله. انا مالي ومال السبت؟ انت ليه حاطط عينك على السبت؟ ما هو عشان كله بيجي في السبت كله. يعني حلويات بتيجي في السبت. احكي لي بيجي لكم ايه في الموسم في السبت؟ تعال. ممكن بطة. حلويات. بطة بلدي ولا ذكر بط اللي هو بلد بك؟ حلو ده. ذكر كبير. كف الوقت. وحلويات مولد وشعرية وبطاطس وطماطم ورز شعير. رز شعير. اه. ايه تاني؟ والحلاوة المولد. حلاوة المولد بقى بتجيلكوا عبارة عن ايه بقى؟ عن محمصات. محمصات هي ما هي حلويات يعني. ايه اكتر حاجة بتحبها في حلاوة المولد بقى؟ حمص. اه ادي الحمص. وانت انت اغلى ايه؟ بتحب فول ايه؟ اكتر حاجة بتحبها حلاوة المولد. لا سوداني اللي هو السوداني ده والحمص برضه. وانت؟ سمس. دي معلوماتكم عن مولد النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد امتى؟ اتولد امتى؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين كام بقى؟ كام في الشهر؟ مش طايح. هو اتولد في عام الفيل بس مش تعرف. تمام عام الفيل. برافو عليك. ماشي بس يعني اتولد بقى قبل الهجره ولا بعد الهجره؟ لا قبل الهجره. تمام برافو عليك. كام بقى في الشهر؟ احنا الشهر الهجري اللي احنا فيه دلوقتي اسمه ايه؟ كل كام سنة في رمضان؟ بيجيش في رمضان، هو بيجي في الشهور العادية مرة في السنة. كام بقى؟ شهر ايه؟ أول. زي الفل. سيدنا محمد بقى اتولد قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة. قبل الهجرة. العام اللي اتولد فيه كان اسمه ايه؟ عامل فيه. زي الفل. عامل فيه لو كده. ايوه عامل فيه.